انطلقت بالقاهرة فعاليات المؤتمر الدولي 43 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يقام المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين بمشاركة أكثر من 200 وزير ومفت وعالم ومفكر وإعلامي من 54 دولة. تحت عنوان الاجتهاد ضرورة العصر وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي 33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والذي يتواصل على مدار يومين بحضور عدد من وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بالدول العربية ونخبة من العلماء ورجال الدين والمنظمات المعنية. نخبة كبيرة جدا من السادة المفتين والعلماء، من الإعلاميين، من المفكرين، حضراتكم، واستمعتوا إلى هذه الكلمات بإجماع الجميع وتأكيدهم على أهمية الموضوع، موضوع الاجتهاد، وأننا في أمس الحاجة إلى هذا الموضوع. الاجتهاد في هذه الفترة حاجة ملحة جدا ومرحلة خطيرة تتطلب الاجتهاد المنضبط وفق ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ووفق فهم السلف الصالح الذين عايشوا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في مرحلته، ووفق معطيات التي تحقق المصلحة ولا تخالف الشرع. يهدف المؤتمر إلى ترسيخ وإرساء قواعد الاجتهاد وضوابطه، خاصة في القضايا التي تتطلب الفتوى فيها خبرات متعددة ومتكاملة، وبما يسهم في القضاء على الآراء الهدامة وإزالة أسباب التطرف والجمود وإزاحة غير المتخصصين من المشهد الدعوي. هذا المؤتمر الاجتهاد ضوابطه، أركانه، شروطه، من يقوم به، هذا مؤتمر غاية في الأهمية، وضع الأمور في نصابها وسيضع الأمور في نصابها. وهذا المؤتمر حدد آليات الاجتهاد وفكرة الاجتهاد وطريقة الاجتهاد ومن هم أهل الاجتهاد ومن يجوز له أن يجتهد ومن لا يجوز له أن يجتهد أن يتحدث برأي الناس. كذلك تحدث عن الاجتهاد الجماعي الناتج من المجامع الفقهية. تتنوع محاور المؤتمر التي تصل لأربعة وتتطرق لأبرز القضايا على الساحتين المحلية والدولية وكيفية الاجتهاد في إيجاد حلول ملائمة لتلك القضايا بما يحافظ على الأمن والسلم المجتمعي ويبين سماحة الإسلام ووسطيته.